أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا وهم يهلكون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذي كفروا إن هذا إلا إفكٌ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يكون منها. وقال الظالمون إن نتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأمطرنا لمن كذب بالصادق سعيرا.
إذا رأتهم من مكان بعيدا بعيد سمعوا لها تغيجا وجفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين ندعوا هنالك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا ودعوا سبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم ينصرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان بين بل ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أول أولياء ولكن نتخذهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما نورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يسلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لينقلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بشيرا صدق الله العظيم.